الحديث أكثر عن استعدادات تعليم محافظة رجال ألمع، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد العرفجي مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع. يسعد صباحك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، صباح النور، حياكم الله. حياك الله. يعني صباح طاقة إيجابية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، يعني نبغى نتكلم أكثر عن الاستعدادات في تعليم محافظة رجال ألمع. حياكم الله، فعلا هي طاقة إيجابية هذا الصباح المشرق الجميل في قاعات الاختبار وفي التنظيمات التي رأيناها في المدارس. التنظيمات عندنا والاستعدادات كانت تمر بمراحل، المرحلة الأولى من خلال إدارة التعليم في الاستعداد وتبليغ التعليمات التي وصلت إلينا وإبلاغها إلى المجمعات التعليمية والمدارس بجميع فئاتها وجميع مراحلها، ثم بعد ذلك الإعداد من قبل المدارس أيضا هو مرحلة إعداد الاختبارات بوفق جدول المواصفات بعد تحليل المحتوى لقياس الأهداف التي تحققت من خلال عمليات تدريس وقياس مستوى التحصيل للطلاب. يعني بنيت بناء جميل وبناء سبقه ورش عمل أدت إلى أن يكون اختبارات تقيس فعلا مستوى التحصيل، وهي ليست إلا أدوات قياس. ثم بعد ذلك الاستعداد لبيئات الاختبار كقاعات وتهيئتها بوسائل السلامة وبالاحترازات بالمهكمات وبالمنظفات وبكل الإعدادات التي تجعل الطالب يؤدي اختباره في جو صحي آمن خلال هذه الفترة. انطلقت الاختبارات هذا اليوم، الاختبارات الكتابية الحضورية، أما الاختبارات العملية والشفهية فهي من الأسبوع الماضي. هذا اليوم انطلقت، وقفنا على وضع المدارس عن خلال زياراتنا ومن خلال زيارات فرق العمل إدارة التعليم وزيارات داعمة، وجدنا يعني بيئات فعلا تساعد على تهيئة الأجواء النفسية للطلاب والطالبات في أداء اختبارهم في أجمل وفي أفضل حال. كذلك سبقها عمليات توعية من الأقسام المعنية ومن خلال تواصل المدارس مع الأسر، وعملية التهيئة والتوعية للطلاب بكيفية الاستذكار وكيفية الإعداد للاختبار، حتى وصلنا إلى أعتقد أنه ما رأيته اليوم هو نضج للعملية التعليمية والعملية الاختبارات في هذه المرحلة. نعم، كل التوفيق للطلبة والطالبات، جهودكم إن شاء الله أنها موفقة. الأستاذ أحمد العرفجي وأنت مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والمشاركة. يعطيك العافية. شكرا جزيلا.